في رحلة البحث عن نبع جديد من منابع الإحسان لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد، كانت محطتنا لهذا العام في إنسانية بلا حدود، طاجكستان، بلد التيجان والتي يتغنى أهلها بالأمان. وصلنا إلى العاصمة دوشنبي التي يحسبها الوافد عصية على الأحزان، غير أنها كانت تخفي في ثناياها الكثير من الآلام. ما أن وصلنا حتى كنا على موعد مع مؤسسة لونا الخيرية للوقوف على حاجات الفئة المستضعفة من أطياف المجتمع الطاجيكي. وبعد استعراض عدد من المشاريع المستدامة، وجدنا أنفسنا أمام قائمة بعشرات السيدات المكافحات في سبيل لقمة العيش. أرامل ومطلقات من ذوات الدخل المعدوم جار عليهن الزمان وبانت آثاره على محياهن. فكرنا كثيراً في خيط من نور لدرء بعض من مصاعب الحياة، فوجدنا ضالتنا في مكائن الخياطة ذات النفع السريع كمشروع مستدام يضمن لقمة العيش لهن ولأبنائهن. من هنا وضعنا نقطة البداية واتجهنا إلى سوق دوشنبي الشعبي، حيث وجدنا أنفسنا بين أطياف المجتمع الصاخب بالحياة، شباب وشابات وشياب كانوا يملؤون فراغات ما حولنا وكأن الدنيا لا تطيق ما حولهم. ومع قصص الوجوه التي مررنا بها وصلنا إلى ما كنا نبتغي، حيث سيلتقي عون المحسن بحاجة المتعفف. وجدنا ضالتنا في السوق لشراء المكائن النوعية المطابقة للخصائص المصنعية، وأتبعناها بأقمشة ومستلزمات لتفي بجميع المتطلبات التي من خلالها يتحولن السيدات إلى خياطات قادرات على الاعتماد على أنفسهن. حملت عملية الشراء بعد المشقة، فقد كنا نبحث عن أفضل النوعيات للمكائن بأسعار مناسبة حتى نتمكن من شراء أكبر كمية وإفادة أكبر عدد من النسوة لإيجاد فرصة لتأمين حياة كريمة لأسرهم. وتمت بعون الله عملية الشراء، وأسدل الستار على يوم الإحسان الأول، وعدنا أدراجنا إلى الفندق مع وعد بغد مشرق بالعطاء لاستكمال مشروع إنسانية بلا حدود.